محمد لطفي المناعي مترشح على الدائرة الانتخابية ودمليز الشرقية. البرنامج الانتخابي متاعي أولا تشغيل الشباب حاملي الشهادة العليا وغير العليا. اثنين البنية التحتية يجب إعادتها وترميمها بموجب الإمكان. وثلاثة بالنسبة للواد مليز تنقصها برش حوايج مع أنها هي بلاد مناضلة وانطلقت منها أول شرارة ضد المستعمر. كيفاش تقعد كما هكا معناها؟ محطة قطار تكاد تكون آثار. الجمعية التنموية مغلقة منذ 2010 ولا 2011. تتحل نجم تدور الدولة الاقتصادية للتنمية والتشغيل وكل شيء معناها. معناها شنو؟ والفلاحة. الفلاحة ثاني تنقصها برش حوايج. العلف للفلاحين يلزم يكون مدعم. اثنين الري الماء ماهوش موجود. حفر آبار ارتوازية أخرى. ثلاثة عندنا الطرقات تاع التعدي للمسالك الفلاحية كلها ثانية ما فيها حتى شيء. متهرقة مقاطع السكك الحديدية. مقاطع السكك الحديدية يجب أن تكون بها حواجز فهمت لتجنب الحوادث مثل ما موجود في الساحل وفي الوسط. نحن في ولاية جندوبة خاصة معتمدية واد مليز من تبدا من حكيم حتى الغردي ما وتردش بالك تراك تلهي كله تقتلت العباد. وبالنسبة للتربية يجب فتح المدارس التي وقع غلقها مثل مدرسة 14 جانفي التي بدورها ما اشتغلتش برشا. نفتحوها ونبدو حتى بالتحضيري بقسم التحضيري. والنقل بالنسبة للنقل في واد مليز نعانوا في معاناة كبيرة ياسر. اللي يتنقل من واد مليز الجندوبة ما ينجمش يعمل حتى شيء، يبقى ساعات على ساعات رصيله يرجع يروح ما يمشيش. نوفروا زوز كيران، سفرتين الصباح وسفرتين العشية ما فيها بأس، وعليه نحلوا للمواطن الواحد، نحلوا للمواطن الآفاق. بالنسبة للإدارات، الإدارات ينقص المعتمدية فرع كهرباء وغاز، فرع استغلال وتوزيع المياه، قبادة مالية، بنوك، صناديق تقاعد والتأمين على المرض، وفرع لمكتب العلاقات مع المواطن من جميع الوزارات بدون استثناء. وفتح الجمعية التنموية اللي تعطي القروض هذيك، جمعية تنموية بلاريجة لتسهيل معنى عمليات العمل وتشغيل النساء العاطلات عن العمل، تأخذ حتى معنى شوية حيوانات شوية كذا نشغلوا البلاد، دور الدورة الاقتصادية والتنموية.